تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس اللجنة الطبية العليا معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة، ينظم مركز محمد بن خليفة لأمراض القلب بالتعاون مع مركز مايو كلينيك لأمراض القلب والشرايين لإطلاق مؤتمر مايو كلينيك الثالث. مؤتمر مايو كلينيك يسعى إلى استعراض جميع الجوانب المتعلقة بعلاج وجراحة القلب مع التركيز على طرق التشخيص المتقدمة، كما سيلقي الضوء على أهم التطورات المستحدثة في مجال العلاجات الجراحية والتداخلية باستخدام قسطرة القلب. مؤتمر مايو كلينيك جاء اليوم ليجدد العهد في نسخته الثالثة ليكشف النقاب عن آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بعلاج وجراحة القلب على مستوى العالم والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الكوادر الطبية المشاركة. الحقيقة أن هذا المؤتمر ينظم للسنة الثالثة، أول مؤتمر كان من حوالي 3 سنين، وهو لأول مرة أنت المايو كلينيك تسوي مؤتمر بهذا الشكل في خارج الولايات المتحدة، والحقيقة إحنا يعني فخورين وبهذا يعني الإنتاج أو بهذا من مركز القلب، وإن شاء الله يستمر على أساس أن هذا الحقيقة يجذب كثير من الأطباء من المنطقة. في المؤتمر اليوم يوصل المشاركين حول 350، و أنا أشوف أن كل سنة العدد يزداد، يعني يتأسس هذا المؤتمر كحدث سنوي في البحرين. ومن خلال الجهود المتواصلة استطاع مؤتمر مايو كلينيك أن يضم تجمعا طبيا عالميا بمشاركة أكثر من 350 من الخبراء والمحاضرين والأطباء، فيما سيتيح المؤتمر محاضرات متخصصة في تشخيص أمراض القلب باستخدام الموجات الصوتية وتشخيص أمراض الصمامات، إلى جانب إقامة أول ورشة تدريبية متخصصة في سونار القلب من خلال إشراف 12 محاضرا وخبيرا من مركز مايو كلينيك الأمريكي. الهدف الارتقاء بالمستوى الطبي في أمراض القلب، عشان لأن الدكتور رجع لعيادته ورجع للمستشفى ممكن هو يعالج المرضى عندنا على يعني أحدث طرق. وطبعا المؤتمر يغطي كل أمراض القلب من أمراض الشرايين والصمامات والعيوب الخلقية وكهرباء القلب. وفي إطار التبادل المشترك للخبرات بين مركز محمد بن خليفة لأمراض القلب ومركز مايو كلينيك الأمريكي، سيقوم مركز محمد بن خليفة باستضافة رئيس كهربية القلب في مايو كلينيك للقيام بعدد من العمليات في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع أطباء وطاقم بحرينيين من مركز محمد بن خليفة. وبلا شك فأن هذا التعاون يكفل تحقيق الخبرة والتأهيل للكوادر البحرينية العاملة في هذا الجانب. أن تنظيم هذا المؤتمر يؤكد على الاهتمام القيادة الحكيمة بتطوير قدرات الأطباء في مملكة البحرين عموما وأطباء القلب بشكل خاص، كما يؤكد على الاهتمام الكبير بالتعليم الطبي المتواصل. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.